السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. حنا اليوم يعني ماذا بينا النقاد تاعنا تاع كرة القدم، كاين ناس اللي ينتقدوا نقد بناء، واحد كيما مصطفى مازا، واحد كيما بالشيخ فاني كنتاقد. يا جماعه كان اللي يقول لك بالشيخ تاقد نقد بناء، بالشيخ معايا حتى واحد، يعني بالشيخ من حقه يطالب يعني بالبيلون تاع كيفاش خرجنا من البرومي تور وكيفاش ما روحناش كوب دي موند. يعني من حق المدرب يحط البيلون، المدرب كان يروح ما يبانش كاع، بعد يجي يعني المباريات تاع كاس افريقيا يحكيها بعد الاقصاء تاع الكاميرون، بعد ما خسرنا كاس العالم ما روحناش، مباراة تاع سيبتوم يجبد لنا على الكاميرون، وتاع سيبتوم يجبدها لنا في نوفمبر، وهذو المباريات تاع نوفمبر تاع السويد اللي خسرناها وكل شيء الى قعد يجبدها لكم في مارس. ثم نهار الخطبة تاع العيد الصغير يتكلم على الخطبة تاع العيد الكبير، ونهار الخطبة تاع العيد الكبير يتكلم على الخطبة تاع العيد الصغير. اتفاق تاعه كما تكلم، وين لازم تتعلموا، لازم تتكلموا باللي مدرب هذا دار اخطاء، ماشي تروح تطيح لي على تروح عندك ما صوت عايلو على زعماك، على راك تعاير في حافظ الدراجي. مش حافظ الدراجي انت بتاثر عليه ولا شكون بياثر على حافظ الدراجي؟ يعني شكون هذو التقنيين؟ انا التقنيين هذو لازم يخرجوا يهضروا الحقيقه. شوف لي اسبانيول وين قال لك خطايا الريكي الخمسه التي اقصيت الاسبان من مونديال قطر. يعني لازم واحد كيما رافيق واحد يتكلم، يعني يتكلم بصح. الاغلبيه راهم ساكتين، الاغلبيه يقول لك لا ما ندخلوش روحنا، خليها تطرطق بيناتهم. علاه هو تكلم في الاولى، وين ما زالت الصحافه الاسبانيه لم تتقبل الصدمه الاقصاء المنتخب يعني بلادها من بطوله كاس العالم على يد المنتخب المغربي من الدور ال 16 بركلات ترجيح، وذلك لأن سقف الطموحات كان مرتفع بفريق يعني بفريق ومدرب لويس أريكي قبل انطلاق البطولة. صحيفة ماركا حملت مسؤولية خيبة الآمال بكامل للمدرب الأريكي. صحيفة ماركا كنت عاكو جيتي هنايا، كاين واحد المخنث، وكاين واحد العاهرة، وكاين واحد الأخرين. تاش يديروا فيك يا خوانا، ولازم تدخلوا للحبس، ولازم تديروا يا خوانا، وراهم يخلصوكم. هذه ماركه راهم يخلص، ماركه راه يخلص فيها، يخلص فيها وليد صادي. الاخر شوبير راه كي يهدر من شهر لشهر يعطوه كاسكروت. الهول الهول مزيه ماركه، ما جيتيش كون جيتي الجزائر، وهذا اريكي جاب الجزائر وهدرت هذه الهدره. يا ودي الهول. وين استعرضت ماركا، صاحبة ماركا استعرضت خمس أخطاء ارتكبها المدرب برشلونة السابق، وين تسببت بخروج الفريق من مونديال قطر مبكرا وتقديم بطولة سيئة على جميع المقاييس، حيث لم يحقق المنتخب الإسباني سوى انتصار واحد فقط على منتخب كوستاريكا المتواضع، وهذا يعني خطايا وين خطأ جاءت على نحو التالي. الخطيئة الأولى، المنتخب الإسباني ليس يعني شجاع. قبل انطلاق البطولة أدلى لويس أريكي بكلمات قوية حفزت الجماهير الإسبانية وتصدرت عناوين الصحف آنذاك، حيث قال قال سوف نقاتل لن نموت من الخوف، لكن ما حدث على أرض الواقع في البطولة وضد المنتخب المغربي تحديد كان عكس ذلك تماما. المنتخب إسبانيا قرر اللعب على التمريرات متحفظ والاهتمام بعدم الخسارة الكرة، لدرجة أن المنتخب اليابان والمغرب لم يعني على الصعيد الدفاعي، يعني ما كانش عندهم يعني معاناة على الصعيد الدفاعي. اهتمام كان يرتكز على من لويس أريكي على الاستحواذ، لكنه بالطبع كان استحواذ سلبي خاليا من اي يعني مخاطر. هذه قلتها لكم، هذه يعني قلتها لكم بلي النهار اللي كانوا يلعبوا كونت المغرب قلت لكم راهم دايرين استحواذ لكن بدون خطوره. لم يجرؤوا على تغيير اسلوب اللعب والمغامره في التمريرات والتسديد، لانه
كان يخشى خروج من منطقة راحته الإسبانية لم تقاتل ولذلك لم تحقق الفوز. الخطيئة الثانية، المنتخب الإسباني لا يملك خطة بديلة، وهذه تمنيت المحللين تاعنا هنا في الجزائر يهضروها بصح ما هضروهاش. امتداد للنقطة السابقة، أريكي لم يحاول أبدا تغيير خطة 4-3-3 والتي لا يعرف غيرها في مسيرته التدريبية، رغم أن الخطط فشلت ضد ألمانيا في الشوط الثاني ثم ضد اليابان وين عاد وكررها ضد المنتخب على مدار 120 دقيقة. أريكي لم يجري أي تغيير تكتيكي ملموس في الشوط الثاني ضد المغرب وأصر اللعب بنفس الخطة، فلم يحاول مجازفة يعني باعتماده على مهاجم رابع وخلق كثافة عددية أو تضحية بسيرجيو بوسكيتش لتنشيط خط الهجوم. الخطيئة الثالثة، لا يوجد نقد ذاتي في المنتخب الإسباني. بعد الإقصاء من المغرب صرح لويس أريكي قائلا أنا أكثر من راضع على أداء اللاعبون، نفذوا أفكاري بشكل مثالي. وقامت صحيفة ماركا بتسليط الضوء على هذا التصريح وأوضحت أن أريكي لا يملك أدنى درجة النقد الذاتي ومحاولة اكتشاف أخطاء فريقه، وهذا الأمر يعني تغلغل لجميع اللاعبين الذين أدلوا بتصريحات مشابهة باستثناء روديو الذي لم يكن راضي على الإطلاق. الخاطئة الرابعة، أريكي فشل في التبديلات. يعني تمنيت إن شاء الله بربي، والله العظيم شو أنا جبت لكم هذا الفيديو، والله لا بالنسبة للمدرب تاعنا اللي هنا تاع فريق صوفيا، والله العظيم تمنيت في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 وين واجه منتخب إسبانيا صعوبات في بعض المباريات، لكن المدرب دالبوسكي كان يجد الحل دائما من خلال تبديلات مثل التبديل الذي قام به باعتماد على يعني يونالتي بدل من فيرناردو وتوريس يعني في مباراة البرتغال، وهو التبديل الذي صنع الفرق حينها. لكن على الجانب الآخر لم تحدث تبديلات أريكي في مباريات أي تأثير ملموس، بل على العكس دائما ما أصبح الفريق الأسوأ بعد التبديلات ويفقد السيطرة على المباراة، وهذا يعني يلام عليه المدرب في المقام الأول. خطيئة الخامسة، إصرار على اللاعبين السيئين. هذه فانك على المدرب تاعنا. لويس أريكي كان عنيد للغاية في المونديال قطر وبالأخص فيما يتعلق بخياراته في التشكيلة، فهناك لاعبين لم يظهروا بشكل جيد في أول مباريات، إلا أنه أصر على الاعتماد عليهم مثل داني وسيرجيو وبوسكيتش وبيدري وفيران توراس. هذه يعني الناس بصح شو الناس كيفاش تنتقد، شو الناس كيفاش تنتقد صاحبي، الناس كيفاش تنتقد نقد يعني ماشي زعاقة. حنا لهنا لو كان يخرج واحد كيما كان يكتب وينتقد ويحك، سمعت ويحك ويحك، لازم تكون كاينه الجرأة. انا قلت لكم ونعاود، لازم كاين ناس يكونوا تقنيين يقلبوا يخرجوا يهضروا غير على متوش 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 اللي دارتها الكاميرون، وحتى الهدف شحال كاين من نقطه سوداء، شحال كاين من نقطه سوداء خير ربي ما كاش ليها الضرب للاسف. الناس ما تحضرش استكتوا عرفتوا كيفاش، حتى المدرب وين صايب ناس ساكتين كيما هاك حصلها في قصامة، يعني دائما يدير روحو ضحيه. المدرب تاعنا دائما داير روحو ضحيه، كي يربح بطل مغوار وكي يخسر يقول لك انا ضحيه، ثم داير في راسو بلي هو كي يخسر يديروا عليه مؤامره، ما يخسرش تاكتيك دو جو، دائما تكون مؤامره عليه كيما في الكاميرون من خرجنا بنقطه، يعني ولات مؤامره تاع ايطو داهم ذاك ستاد وايطو داهم ذاك لوتيل، وهي في الحقيقه اللي دار البيلون تاعه تاع ستاد وقبله لونترينات ولوتيل اللي شافه المدرب، وما اخفي اعظم، كاين امور ما اخفي اعظم هذه هي. ما تنساوش اعطونا الجام
كومونتير وبارطاجونا الفيديو، واللي يمشي مابوني يدخل لي ابوني معنا، وديما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتكم.